تحدث عن عقد التسعينيات وما شهده ذلك العقد من حصار قاسي، يعني أكل خلاله الناس نشارة الخشب، كلنا نتذكر ذلك. احنا قبل زمن الحصار الناس كانت تأكل حتى النشارة والخشب، اليوم احنا الفقر أدنى أكثر. نعم. وين الاستراتيجية؟ يعني بعد 2003، يعني اولا اللي هو الفقر ليس وليد ما بعد 2003، الفقر هو ربما متجذر في العراق، وقد يكون في فترات سابقة كان نسبه أعلى مما هي عليه اليوم. يعني إذا نتحدث عن عقد التسعينيات وما شهده ذلك العقد من حصار قاسي، يعني أكل خلاله الناس نشارة الخشب، كلنا نتذكر ذلك. بعد 2003 يعني ولأول مرة وضعت وزارة التخطيط في عام 2010 أول استراتيجية لخفض الفقر في العراق للمدة من 2010 إلى 2014، كانت في حينها نسبة الفقر 22 أو 23%، وفعلا نجحنا في خفض النسبة من 23 إلى 15% بنهاية عام 2013 وبداية 2014. ب 2014 دخلنا بالأزمة المزدوجة، أزمة داعش والنفط حقيقة، وبسبب الموجات الكبيرة من النازحين، وهذه قضية خارج، يعني خارج القراءات وخارج التوقعات يعني التخطيطية. كان لدينا أكثر من 5 ملايين عراقي بين ليلة وضحاها، أولئك النازحون الذين يعني شردوا من ديارهم، فأصبحوا كل هؤلاء فقراء. يعني نتحدث اليوم عن 60 تريليون أو أكثر من 60 تريليون دينار يعني تنزل إلى الناس، إلى جيوب الناس، وبالتالي هذه الكتلة من جيوب النقدية الناس كبيرة دقيقة لها دور كبير في تحريك العجلة الاقتصادية. طيب احنا اليوم بدنا نتكلم عليها، الناس الموظفين. طيب احنا موظفين ومتقاعدين وشبكة حماية اجتماعية وياك بس خلي افتهم، احنا قبل زمن الحصار الناس كانت تاكل حتى النشارة والخشب، اليوم احنا الفقر أدنى أكثر. نعم. وين الاستراتيجية؟ يعني احنا حصار ومعتمدين بس على الحصة التموينية، اليوم لا حصة تموينية ورجعنا ايضا. لا عزيز، يعني يمكن طبعا دائما نسمع خبراء اقتصاديين ومحللين عراقيين ليست له استراتيجية عمل للمستقبل، هذا الأمر يشمل أيضا الأمن الغذائي والاقتصادي، تعليقكم؟ لا أبدا، يعني احنا واضعين خطة، يعني وزارة التخطيط وضعت خطة لغاية عام 2030، يعني وهذه الخطة اللي هي خطة التنمية المستدامة مقسمة إلى خطط خمسية وخطط سنوية، وبالتالي يعني من يتحدث عن عدم وجود خطط أعتقد هو غير مواكب ولا متابع لتطورات المشهد الاقتصادي والتنموي في العراق. هناك خطط، وهذه الخطط حقيقة خطط توضع بالشراكة مع شركاء دوليين وشركاء على مستوى الوطن. شركاء دوليين أقصد بهم المنظمات الدولية ذات الاختصاص، يعني في كل مفصل من مفاصل التنمية اللي تتضمن هذه الخطط معانا شركاء من الأمم المتحدة ومن منظمات دولية أخرى ذات اختصاص، نستعين بالمعايير الدولية في وضع هذه الخطط. يعني نتحدث عن خطة تنمية خمسية 2018-2022، وأيضا بسبب انحراف الخطة عن مساراتها بسبب الجائحة في عام 2020، وكان العراق يعني أول بلد في المنطقة يطلق ما سميناها الخطة المستجيبة أو خطة التعافي من تداعيات كورونا 2021-2023. العراق أول بلد في المنطقة وضع مثل هذه الخطة، يعني سبق كل البلدان الموجودة في المنطقة.